أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه لا صحة لوقف تجديد تراخيص شاحنة النقل الثقيل ببعض محافظات الجمهورية. أوضح المركز الإعلامي أن جميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية مستمرة في تجديد ترخيص جميع أنواع المركبات بما فيهم شاحنات النقل الثقيل، وذلك بشرط استيفاء المركبة شروط الأمن والمتانة والتوافق البيئي وخضوعها للفحص الفني مع سداد الضرائب والرسوم المقررة بالقانون.